اجي على التاب بتاع الفيكتور وابدا اعمل ايه؟ كونستراكت بوينت، او ممكن انا على طول ايه؟ اكتب هنا كونستراكت بوينت. او في اوبشن ثالث ان انا باجي هنا بضغط دبل كليك بكتب اكس وواي وزي. تمام؟ ملاحظ ان هو اوتوماتيك عمل نقطه هنا في ال 0 0 0. انا عايز ايه؟ انا عايز ارسم هنا كده خط عايز هنا خط كده، وبعدين همسك من اي نقطه في الخط ده واخد ايه الفيكتور العمودي عليه. تمام، فاول حاجه هكتب النقطه الاولى اللي هي تكون، او بمعنى اصح الفيكتور الاولاني بيكون مثلا ايه 10 و20 مثلا وصفر. واخد كوبي بيست، وهعمل النقطة الثانية هتكون مثلا 40 و10 وصفر. ممكن اوصل بينهم بلاين مثلا، لاين بتوين تو بوينتس، علشان ايه؟ يوصل بينهم بخط. خلي بالكوا يا جماعه، دلوقتي انا عايز اوريكم دلوقتي اظهار لشكل الفيكتور عامل ازاي. في حاجه اسمها فيكتور ديسبلاي. تمام، فيكتور ديسبلاي ده عباره عن ايه؟ لو جيت مثلا، هو بس هو فايدته ان هو بيظهر شكل الفيكتور. تمام، بيظهر شكل الفيكتور، بيظهره بس، انما يعني ملوش اوتبوت خالص، هو بس يعني اظهار لشكل الفيكتور. يعني هاجي عند البوينت ديت واخليها ايه؟ تبقى هي راس الفيكتور، والانكر بوينت هتبقى هي نقطة صفر وصفر. تمام؟ كده اظهر لي شكل الفيكتور ايه؟ الاولاني. نفس الكلام برضه هاخده كده ايه؟ للفيكتور الثاني، هو بس مجرد بيظهر مالوش أي فايدة تاني. ده الفيكتور الثاني اهو، تمام؟ طيب لو جيت مثلا مسكت الفيكتور الاولاني أو البوينت الأولانية أو البوينت الثانية وطرحتهم من بعض، قلت مثلا ايه علامه الماينس ديت، ده بيعمل سبتراكشن، ومسكت النقطه الاولى والنقطه الثانيه كده، فهنا طلع لي ايه؟ طلع لي الفيكتور الثالث اللي هو المفروض هيكون هنا كده. تمام، احنا قلنا لو طرحنا الفيكتور ده ناقص الفيكتور ده هيجيب لنا الفيكتور ايه اللي هو اللاين اللي انا رسمته دلوقتي، بس مش هيرسمه هنا، هو هيرسمه هنا كده. تمام، هو انا طرحت يعني طرحت اللي فوق ده ناقص اللي تحت، فهو عمل لي ايه الفيكتور في الاتجاه ده. لو كنت عكست، لو كنت مثلا طرحت ده ناقص ده، بيرسم ايه الفيكتور هنا كده. تمام، هو نفس الفيكتور ده، صح، هو نفس المسافه ديت ونفس الاتجاه ده. خلاص، طب لو جمعتهم، لو جمعت ده زائد ده، لو جمعتهم هيطلع ايه؟ يعني زي ما يكون وصلنا كده، زي ما يكون هنا وصلنا متوازي اضلاع كده، ويطلع هو ايه؟ الفيكتور الطويل ده. خلاص، طيب انا دلوقتي طرحت الفيكتور ده ناقص الفيكتور ده عشان يجيب هنا الفيكتور اللي موجود هنا اللي احنا شفناه دلوقتي ده. تمام، طيب انا عايز اجيب الفيكتور العمودي على ده، عايز اجيب الفيكتور العمودي على ده. ماشي، احنا عندنا دلوقتي ايه؟ السبتراكشن طلع لي نقطه في الاكس والواي والزد اللي هي النقطه اللي موجوده هنا. خلاص، يعني لو جيت عملت هنا بوينت كده، دي النقطة هي اللي طلعت دلوقتي من السبتراكشن بتاع ده ناقص ده. طيب عايز اجيب الفيكتور العمودي، لان لو عمودي على ده يبقى بالتاكيد هيكون عمودي على نفس اللاين ده. انتوا واخدين بالكم من الرسمه اللي انا عايز اوصل لها؟ عايز ارسم ثلاث خطوط متعامدين على الخط ده. تمام، فهاجي على البوينت ديت واقول له يعمل دي كونستراكت،
بحيث ان هو يرجعها تاني للاكس والواي والزد بتاعتها. دي كونستراكت فيكتور مثلا، بدخل له الفيكتور ده هو اوتوماتيك هيطلع لي الكومبوننتس بتاعته الاكس والواي والزد تمام بتاعت النقطه دي. قلنا البربنديكولار او الفيكتور العمودي بيكون احداثياته ايه؟ بالظبط، همسك الاكس وبدلها مكان الواي، والواي هضربها في ماينس واحد، هعمل عند الضرب واجي هنا ايه اكتب ان ده هيبقى ماينس سالب واحد وهنا كده تمام. وزد طبعا هتفضل زي ما هي لان هي صفر. لو جينا نلاحظ هنلاحظ ان ايه، شايفين الفيكتور ده لو ركزنا كده مش عمودي على ده تمام، يبقى ده كده ايه عمودي عليه. طيب انا مش عايزه يبقى من هنا، انا عايزه يبقى بادئ من عند النقط اللي انا هرسمها على الخط. ايه موازي زي، لا ماشي، ما هو بالظبط يعتبر حاجه زي الموازي كده. بس انا هعمل ايه، خلي بالكم، انا هعمل دلوقتي هجيب نقط على الخط ده، يعني عندي دلوقتي الخط ده موجود صح، هعمل بوينت اون كيرف اللي هي بتحط نقط على الخط المستقيم ده مثلا، دي نقطه تمام. النقطه دي تعتبر فيكتور، تعتبر فيكتور كده صح، والخط ده فيكتور كده. فلو جمعت الاثنين مع بعض هيبدا يجيب ايه الفيكتور المتعامد. لو جمعت الفيكتور ده مع الفيكتور ده هيبدا يجيب هنا نقطه اللي هي ايه عموديه على الخط ده. هنشوف كده سريعا، هي بس ايه محتاجه ان انتوا تركزوا فيها اكتر. يعني هعمل اضافه بلس تمام، وامسك الفيكتور الاولاني اللي هو هنا، والفيكتور الثاني اللي هو العمودي اللي هنا ده. شايفين عمل ايه؟ جاب لي هنا نقطه اللي هي بتكون عموديه على الفيكتور ده تمام. النقطه ديت والنقطه اللي هي بوينت اون كيرف اللي انا رسمتها على الخط اوصل بينهم بلاين. يبقى الخط ده دلوقتي انا متاكد ان هو عمودي على ايه؟ على الخط ده. طيب بتحكم فيه بقى ازاي؟ شايفين لو حركت البارامتر ده هو اوتوماتيك الخط كله بيتحرك معايا. تمام؟ بعد كده هخفي كل الفيكتورز اللي انا مش محتاجها، يعني الفيكتور ديسبلاي ده هدلته. ويفضل معايا بس ايه؟ الاجزاء دي. طيب لو عايز بقى اتحكم في النقطه ديت، انا عندي الفيكتور ده خلاص بقى موجود وله ارتفاع معين. بصوا يا جماعه، يعني النقطه ديت جبتها ازاي؟ زي ما قلت جمعت الفيكتور اللي هنا ده زائد الفيكتور ده، لما جمعتهم هو نقل الفيكتور ده كده بحاله وحطه هنا خلاص. طيب الفيكتور ده لو عايز اقصره شويه، عايزه يبقى اصغر من كده، بحيث ان انا مش عايز النقطه تبقى، انا عايز النقطه تبقى بتطلع وبتنزل او بتكبر وتصغر يعني زي ما انا عايزها. فبعمل ايه؟ فهاجي على الفيكتور ده قبل ما اجمعه، يعني قبل ما اجمع الفيكتور ده مع الفيكتور ده هقسمه الاول، هصغره تمام. يعني ده قبل ما اجمعه مع ده هصغره الاول، فاعمله ايه؟ هعمل عمليه اسمه ديفيجن ايه على اي نوع اي رقم بقى، وليكن مثلا على 5 مثلا. هنلاحظ ايه؟ ان هو بدا
شايفين؟ لان ده بيصغر فاوتوماتيك التاني بيصغر زيه. فاهمين يا جماعه؟ يعني هو الموضوع انا عارف الموضوع في الاول كده بيتوه شويه، بس لما تدخلوا في الموضوع هتلاقوا الموضوع كويس. يعني انا دلوقتي بتحكم بالبوينت اون كيرف وبتحكم بايه؟ الجزء ده. وطبعا في الاصل خالص بتحكم في النقط اللي هي اصلا النقطتين دول بتحكم فيهم من هنا. تلاقوا دايما الخط ده دايما عمودي على الخط ده. ماشي يا جماعه؟ طيب. عامل تاني. دلوقتي هبدا اكرر نفس الخطوات تاني، هعمل كومبوننت بوينت اون كيرف. وامسك اللاين ده واعمل عليه بوينت. بوينت جديدة خالص. تمام؟ ونفس الفيكتور اللي انا اللي كان طالع بريبندكولار، نفس الفيكتور المتعامد اخده زي ما هو. يعني هو انا عايز برضه النقطه الثانيه او الخط الفيكتور الثاني يكون متعامد برضه، مش عايزه باي زاويه ثانيه. فامسك نفس الفيكتور اللي هو طالع هنا ده من العمليه الاولى، بس هقسمه على قيمه ثانيه، هقسمه مثلا باي 10 مثلا. نلاحظ ان هو ايه، طلع فيكتور جديد خالص اللي هو الصغير ده. تمام؟ ده فيكتور جديد خالص. امسك الفيكتور ده واجمعه مع البوينت الثانيه اللي هي البوينت اون كيرف الثانيه، اجمعه كده بحيث ان هو ايه؟ عمل هنا نقطة جديدة، أوصل بينهم بلاين. يبقى أنا كده عملت إيه؟ عملت نقطتين ممكن أتحكم فيهم كل واحد منفصل عن التاني، وأتحكم برضو في ارتفاعهم. خلاص يا جماعة؟ بعد كده همسك النقطة الأولى خالص والنقطة الثانية اللي هي اللي طلعت هنا والنقطة الثالثة اللي هي دي والنقطة الرابعة اللي هي آخر اللاين، هوصل بينهم بإيه؟ كيرف. أول حاجة أعمل لهم ميرج مع بعض عشان يدخلوا في ليست واحدة. همسك النقطة الأولى خالص اللي أنا عملتها في الأول اللي هي ديت، ودخلها اول انبوت للميرج. بعد كده همسك النقطه الثانيه اللي هي دي، دخلها ثاني انبوت. بعد كده همسك النقطه الثالثه اللي هي دي، ودخلها ثالث انبوت. بعد كده همسك النقطه الرابعه اللي هي الطرف الاخير بتاع اللاين، ودخله رابع انبوت. خلاص، وهبدا اوصل بينهم بكيرف، عشان في اوبشن او في كومبوننت بيوصل بين مجموعه نقط بكيرف واحد اسمه انتربوليت. بمسك النقط دي كلها وادخله كده، فهو اوتوماتيك ايه، بيوصل بينهم بكيرف واحد. خلاص، ممكن بقى دلوقتي لو انا اتحكمت في البوينت ان كيرف، هو اوتوماتيك ايه، بيعمل يعني الكيرف بشكل انسيابي كده.